السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاص، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري التركي وترتيب الهدافين بعد انتهاء الجولة الأولى أمس الاثنين الموافق 16/8/2021 الموسم الجديد 2021 2022. وبعتذر طبعا أخرت الفيديو لليوم الثلاثاء 17/8، وده طبعا لضغط المباريات أمس. هنتعرف على نتائج مباريات الجولة، ثم نتعرف على ترتيب فرق الدوري التركي، ثم ترتيب الهدافين. لأول مرة تزورنا في القناة انزل اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو، مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب، اعمل لك الفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. يوم الجمعة 13/8/2021 بدأت الجولة الأولى من الموسم الجديد بفوز بشكتاش على رايزا سبور 3-0، أحرز بشكتاش كيفن نكودو في الدقيقة 9، أتيبا هاتشونسون في الدقيقة 52، وأساي لارين في الدقيقة 93. السبت 14/8 فاتح كارا جومروك فاز على غازي عنتاب 3-2، التاي ازمير فاز على قيصري سبور 3-0، هاتاي سبور تعادل امام قاسم باشا 1-1، احرز هدف قاسم باشا يسرك في الدقيقة 18، هدف هاتاي سبور عن طريق سابا لوبيز هانيزيري اسمه ايه في الدقيقة 72. الاحد 15/8/2021 اسطنبول بشكل شهير خسر امام الانيا سبور 0-1، احرز هدف الانيا سبور بورخا في الدقيقة 12. انطاليا سبور تعادل امام جوستيبي 1-1، ادانا ديمير سبور خسر امام فنربخشة 0-1، احرز هدف فنربخشة مسعود اوزيل طبعا النجم التركي في الدقيقة 46. هو كان الماني ولا تركي يا جماعة؟ ما علينا، المهم يعني هو نجم اكيد طبعا، كان بيلعب في ريال مدريد وارسنال، يعني له تاريخ كبير في مجال كرة القدم. اما امس الاثنين 16/8/2021 ياني مالتيا سبور خسر امام ترابزون سبور 1-5، وسيفا سبور خسر امام كونيا سبور 0-1، وغيرسون سبور خسر امام جلطة سراي 0-2، احرز هدفي جلطة سراي الهدف الاول عن طريق ماباي دياني في الدقيقة 31، والهدف الثاني عن طريق سيكالداو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع في الشوط الاول. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري التركي بعد انتهاء الجولة الاولى. متابعينا الكرام، متصدر ترتيب فرق الدوري التركي في المركز الاول طرابزون سبور ب3 نقاط، في المركز الثاني بشكتاش ب3 نقاط، في المركز الثاني مقرر التاي زمير في المركز الثاني ايضا ب3 نقاط، في المركز الثالث غلطة سراي او جلطة سراي ب3 نقاط، المركز الرابع فتح كارا جمروك ب3 نقاط، في المركز الخامس فنر بخشة ب3 نقاط، يتساوى معه في نفس المركز بنفس النقاط الانيا سبور وكونيا سبور. في المركز السادس انطاليا سبور بنقطة، كذلك جوستيبي في المركز السادس وقاسم باشا وهتاي سبور كل من هما بنقطة. المركز السابع غازي عنتاب بدون نقاط، سيفا سبور المركز الثامن بدون نقاط، يتساوى معه في نفس المركز ادانا ديمير سبور واسطنبول بشكل شهير، وفي المركز التاسع غيرسون سبور بدون نقاط، المركز العاشر ريزا سبور بدون نقاط، كذلك في المركز العاشر قيصري سبور بدون نقاط، المركز الحادي عشر ياني مالتيا سبور بدون نقاط. خلينا نتعرف على ترتيب الهدافين. المركز الاول في ترتيب الهدافين اللاعب داودا بامبا لاعب التاي زمير بهدفين، في المركز الثاني ادم بيوكي لاعب ياني سبور، واللاعب احمد موسى لاعب فاتح كرج مروك في المركز الثاني ايضا بهدف. احمد موسى ده نيجيري بيلعب في منتخب نيجيريا. المركز الثاني ايضا انتوني نوا كايمي لاعب ترابزون سبور بنقطة بهدف اسف، واليكسانو الكسندر فاتح كرج مروك، وكريستيان لاعب الانيا سبور، وفي المركز الثاني ايضا بهدف جارفينيو لاعب ترابزون سبور، وجانيني تافاريز لاعب ترابزون سبور. اشترك في القناه، وايضا مباي دياني لاعب جلطة سراي بهدف. اشترك في القناه مسعود اوزيل عشان ما ننساوش مسعود اوزيل طبعا. اشترك في القناه وفعل زر الجرس اعمل لك الفيديو. كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر باذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.